الحاله ديال هاد الوليد انت كتشوف عندي غير انا بوحدي انا اللي كنقابلهم كيقابلهم معايا حتى شي واحد ومريضه الاعصاب حتى انا ومرضوني وكنطلب من الله ومن المحسنين ومن جلاله الملك الا شافني يعاونوني واخا باش ما كان المهم غير يعاونونا وقهرونا ليكوش قهرونا الماكله ديالهم الصابون ديالهم الغسل ديالهم كلشي عياوني انا عييت واخا عييت وهكاك انا باقا كنجاهد معاهم. نعم شحال عندك الوليدات تكلم لنا على الوليدات؟ عندي هاد الاربعه هادو اربعه يعني تكلم لنا على هاد البنيته. هاد البنيته هادي عندها دابا عندها 31 عام. شنو سميتها؟ رقيه. رقيه نعم. شنو المشكل اللي عندها؟ الاعاقه اللي عندها؟ عندها الاعاقه هي ما كتنوض ما والو ما كتهضر ما كتعرف تحيد تلبس حوايجها ما كتعرف حتى حاجه من اللي كان قبلها. يعني عندها الاعاقه في رجلها وفي كل شيء في اعاقه دي... شامله. وعاد الاعاقه الذهنيه. الذهنيه وكل شيء. نعم. وهذه انت كتشوف هذه عاود عندها 17 عام. نعم شنو سميتها؟ عندها مريم. مريم. مريم حتى هي عندها اعاقه ذهنيه. واخا كتمشى شويه ما كتمشيش ديك المشيه اللي كتعرف المشيه عيانه وصافي. واللي انت كتشوف الحاله هي هذه. نعم. باهم ما خدامش عنده غير واحد البريريكه في واحد السويقه ديال المسيره الفوق. كيبيع فيها جاب الله ويجي. نعم. هو هذا الوليد ولا بنيته؟ هذه بنيته هذه عندها 34 عام. ما كاينش ما كتهضرش ما كتنوضش. نعم. وهذا زكريا. زكريا نعم. هذا وليد زكريا. زكريا. هو عنده 16 عام. واش من اعاقه عنده مسكين؟ هو عنده ذهنيه. اعاقه ذهنيه كيتحرك هو. كيتحرك وما كيرصاش وما كيجلسوش كيقيل واقفين. وكيهضروا ولا ما كيهضروش هما؟ ما كيهضروش. كندوز معاهم النهار في المشاكل ديالهم كيبقاو يجبدوا لي الحوايج ويمشيو الا كانت الماكله يمشيو ليها الا كان حاجه ما كيرصاوش كيمشيو للتلفازه كيمشيو لكلشي ما كيجلسوش. وانا معذبه معاهم كنعرضهم على الطبيب كيقول لي عندكم الدم انتويه فيها فصيله عندكم فصيله بحال بحال وكيقول لك العلاج ما كاينش العلاج لا العلاج ما عندهمش دابا الا خطاهم باهم ما كاينش باهم ولا شي حاجه صافي ما كانش ما لقاوش شي من حتى هذا ما كيخدمش ما عنده لا خدمه لا والو باش غيقابلنا حنا ولا شي حاجه ما كتسمعش وما كتكلمش ما كتعرف الا كتحرقها شي حاجه ولا شي حاجة. ما كتعرف حتى حاجه كلهم ما كيعرفوش المهم كلهم ما كيعرفوش لا حرقتهم شي حاجه ما يقول لك حرقتنا ما وانا اللي معذبه معاهم معذبه معاهم بزاف بزاف ومنين كتخرجي هكذا من الدار وما كيبقى حتى كيفاش كتخليهم في الدار كنخليهم في داك البيت خاوي راه فين هو كتسد عليهم في ديك البيت وتخليهم اصلا داك البيت ما فيه لا فراش لا والو ما لا خليتي لهم شي حاجه كيرميوها كيرميوها لنا من السرجم ولا هادشي اللي كاين لان ما خصهمش تخلي حداهم شي حاجه كاع اللي هرسو ولا اللي تنكال ولا ما يخليو حتى حاجه ما تمشيش كاين نوض ويغوتو بحال هادي كتنوض تغوت كنولي نغطيها نعم عاود نعس غير شويه غير كتديني عيني شويه عاوتاني كتنوض تغوت عاود ترمي الفراش وتوقف عاود نولي انا عاود نغطيها هادشي فاش كنباس معاهم كنعشم في خاطري نهائيا انت باش مريضه قلتي لي مريضه باش مريضه انت انت انا مريضه بالاعصاب كتستعملي الدواء ولا لا ما كتستعمليش الدواء ما كنستعملش ما مشيتش كاع انا للطبيب ناس يا راسي مصابني انا نقابل غير هادو ما كنمشيش كاع للطبيب دايهاش فراسي دابا الا خطيتهم انا صافي ما كاينش اللي يصب لهم ولا اللي حتى اللي يقابلهم ما كاينش